يشوت في مرمى الحارس جيمينزا ويضمن الانتصار والترشح على الهدف الثاني. الهدف الثاني للسياسات التونسي، هدف ثاني عن طريق فراس الشواط، الهدف الثاني في اقل من نصف ساعه. أخرى لدائرة النخبة في إفريقيا، كرة خطيرة للنادي الرياضي الصفاقس، الهدف الأول، الهدف الأول للفريق التونسي، أسبقية مبكرة عن طريق اللاعب فراس الشواط. لحسين داي يلعب أيضا مع مولودية العلمة، الثاني، الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقس، ثنائية لفراس الشواط. شواط يتابع كرة ويضع في مرمى الفريق اللي حساب البطولة الوطنية، ما فماش تغيير في رشوات، يسدد، اوه هدف جميل جدا باللي صار تسديده قويه. دقيق موت بن صالح وامكانيه التهديف لا تضيع، ومره اخرى تسديد وتضرب الكره والهدف الاول. الهدف الاول لصالح النادي الصفاقسي على طريق محمد واليون داي، يعني بصعوبة كبيرة جدا هدف الافتتاح على النتيجة. سنهاجم حسام الواتي، ماذا يفعل حسام؟ اللمسة اللبنية، كرة من فراس شواد، فرصة، جول فراس شواد، افتتاح النتيجة، يخلي النادي الرياضي الصفاقسي يتقدم. قلعة الأجداد، الصفاقسي بنفس هجومي وضغط على دفاع منافسه. مير حناشي يتلقي روق يمهل، وفراس شواد ينجح في اعطاء اسبقية النتيجة لفريقه مع مدى الدقيقة 53. الدقيقة 59 ولد الهندي يقود هجوم سريع، يمرر مرة اخرى فراس شواط بلمسة فنية فيها برشا سرعة، يضيف الهدف الثاني لفريقه. في الشوط الثاني عملية منسقة، الحناشي يخرج المثلوثي، التوزيع في القائم الاول، وشواط يقوم بالضغط على مدافع الاتحاد، وبوفيالغا بنيرة صديقة إغالة حارس. أولى سكارية للحمدوني يخرج شواط في اللاكس، وتون فانسفا يضيف الهدف الثاني مع 66 دقيقة لعب، والحمدوني رفع حصيل تمريراته الحاسمة بالأربعة أسهم. يرجع كورة المثلوثي، سدد الهدف الأول. الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق فراس شواط. قلت النادي الصفاقسي قاعد يحاول. 4-3، الحارس ينتظر المساندة من حمزة المثلوثي، المثلوثي على مستوى التوزيع، جول، بالو فراس. وحمد علي النجويني، ما تمش تسلل شواط، والهدف الأول للنادي الرياضي الصفاقسي. هذه الكورة اللي بداها ولا التمريرة واختمها كأحسن ما يكون في رشوات الفنان كريس كواكو. شواط ما فماش تسلل في منطقة الجزاء، شواط يسدد والهدف الأول. أي 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 أي، أولى هدف المباراة في رأس شواط يفك الارتباط مع أبناء الرباط. تتبعوا المخالفة، ساعة تتنفذ المخالفة، والهدف الرابع، الهدف الرابع عاد هدف النادي الصفاقسي، وهدف فكير بشي يا نور زمان زموري يدخل على اليمين يوزع، الهدف الثاني لصالح النادي الصفاقسي، الهدف الثاني في توقيت 34 دقيقة لعب. توني مع وجه الشبيري، العرضية شواط، وهدف التعادل، شواط يعدل النتيجة بامتياز. فراس شواط يعدل النتيجة، هدف التعادل للنادي الرياضي فرانس. جاري شواط قد افتتح التسجيل في الدقيقة 7 ونهد الطريق أمام زملائه. مستر شواط إذن البطل، صاحب الهدف والأسيست دائما لفريق النادي الصفاقسي. إلى حين في انتظار ارتفاع لمساق شواط، والهدف الثاني فراس شواط، المهاجم وفراس شواط. أمامكم العرض الباتي، الريبلاي، كرة أولى تفوت الحارس، الكرة الثانية يسر فراس شواط. الجزاء، فراس شواط يتقدم وينجح، والهدف الثالث للنادي الرياضي الصفاقسي، الهدف الثالث من ضربة جزاء فراس شواط. هدف عيش الا بلا باش شبيب النجم، كل
وانا ضمنت البقاء بتاعها، وهدف التعادل، هدف التعادل في اخر اللحظات. كيسلي السكري اخر اللحظات، 5 تعادلات وهزيمتين، وهذه كرة جول. مباغتة من فراس شواد، فراس على حشي شواد فراس للثالث جول. فراس شواد يسجل الهدف الثالث، ثالث الاهداف الصفاقسية بالأقدام الذهبية لفراس ديال الصفاقسي. شواد خلفاوي، فراس هدف ثاني للسي اس اس، الهدف الثاني لنادي الرياضي الصفاقسي في اخر هذا الشوط الاول. 2-1 طويله من الجهه اليمنى، شواد يحاول التمهيد، يسوق. الله 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 الله، شواد سلاح صم قاتل في هجوم النادي الرياضي. طويلة الكرة في اتجاه شواط، الريتري ممكن من شواط، قلت وايد والله وكرر عليه، يدخل من 18 متر، ريتري يا حسين، ريتري شواط. ثوني عبد العمري في 18 متر يطلب في الكرة، الحمدوني عبد الله العمري، تغييرات على مستوى التشكيله في هذه المباراه. هذه كره لكواكو يخرجها للشواط، يلعب بالاتجاه المرمى، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق فراس شواط. حجرات الملابس، فراس شواط والهدف الاول، الهدف الاول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق هداف حمد علي الجويني. شواط يخرج كره لكينغسلي ايدو، يعمل المراوغه ممتاز، ايدو يعطي كره شواط، الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 81 دقيقه. باش ينفذ الركنيه تتلعب الكرة، الهدف الأول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، الهدف الأول عن طريق فراس. شواط وكريدانو، جول فراس شواط. طويلة الركنية في القائمة الثانية، والهدف الرابع، الهدف الرابع عن طريق فراس شواط. علي حسين علي، فراس شواط في 18 متر، شواط كان طالب بمخالفة حكم المباراة، محمد الفني عنده رأي آخر، يطلب مواصلة اللعب، تصل الكرة حسين علي. غربال مرفوعة بشكل رائع من محمود بالراس، وجول راسي. انطلاقه بكره من شادي الهمامي، همامي لفراس شواط، شواط انا هنا، نعم انا مهاجمكم، انا هدافكم، انا من يقدم لكم الافراح، انا من ينقل.